عندك تعليق تقول اكو شعراء بالناصرية صعد نجمهم ومن خربطوا انتهوا شعريا، شلون تخربطوا؟ شوف، هو اليوم اكو اسس ابو حيدر لهذا الطريق. هذا الطريق مو بس شعرا، انه الدق اساسه مو بس شعرا. هواي الراد له شو يحتاج؟ يحتاج للادب، يحتاج للاخلاق، يحتاج للتهذيب، تهذب نفسك شخصيتك. يعني مع احتراماتي لأكو بعض الأمور، لا هو مجرد ما أنه شاف نفسه اليوم وصل نجوميته، وصلت النجومية هي أسبوع ونص، حتى مو أسبوعين طبعا، مرات تكون أسبوع ونص، إي مرات ما يعني تكمل أسبوعين، عشرة أيام وشهر ساعة، إي ماكو يعني فيعني تشوفه بجوابه للواديم بسلامه، يعني ما أعرف، يعني تصريحات أكبر من عمره، مرات يكون عنده دار مونس على قولة علاء الياسين، يكون عنده طموح نجم. فهواي أمور يعني، مو شرط. أكو ناصري عندكم هيك أسماء؟ والله أكو عندنا شواذ من هذا الموضوع، يعني صاروا نجوم بعدين اختفوا. اكو نجوم صاروا صحيح واختفوا، لكن مو لهالسبب، اكو يعني اكو اسباب غير هذا السبب، اللي اكو من انسحب بارادته. يعني تحياتي لابو علي حسين الحبتري، الله نجم ومهذب وخلوق جدا، هذا الشاعر وقف له اجلاله احترامي والله. فهنا تكون انسحاب بارادته، بكرامته، بادبه. ان شاء الله انا متامل به انه ان شاء الله يعني انطاني وعد يشرفني. والله نتمنى يعني نتمنى، لان حرامات مثل هيك اسم تحتاج لتمثيل مدينه بصوره صحيحه، مو بس للناصريه، لا احنا لا شيء اكيد يعني بصوره عامه. العراق محتاج لحسين، حسين مبدع، حسين مبدع، حسين وامثال حسين كلهم بي. قلت لك يعني انا صراحه هذا شخص افتقده يعني بالفعل. فقلت لك مو شرط انه يكون مرات نجم يختفي أسباب معينة، فهو انسحب بإرادته يعني الرجل.